طيب، واحد من الأخبار المؤلمة والحزينة كانت من نادي الزمالك وعبر معده البدني محمد مدحت. حقيقة الأمر أنه محمد صاحبي، لأنه هو بيتمرن معايا في نفس الجيم اللي احنا بنتمرن فيه، وأحيانا كتير كان يتصادف وقت تمريننا مع بعض، وأحيانا كتير كان بيبقى حريص على أنه زيزو يكون موجود معاه. أنا شفت أيام كتيرة زيزو كان بيزود نفسه معانا في التمرين من خلال محمد مدحت، الله يرحمه ويحسن اليه. كانت صدمه كبيره جدا جدا بالنسبه لي انا على المستوى الشخصي، يعني لانه اشهد انه فيما عاشرته من ايام او وقت كان راجل يعني بحب شغله جدا جدا وبيحترم شغله جدا وبحب اذا كان زملكاوي جدا جدا جدا. الله يرحمه ويحسن اليه، ربنا يصبر يا رب أسرته. إن شاء الله هذه الأيام الصعبة تعدي عليهم بخير. قدامكم زيزو اللي حصل، يمكن الموضوع في وجوده، يعني نازلين داخلين كانوا النادي مع بعض سوا، ثم شعر بضيق في التنفس وهو رحل في أيام مفترجة، يعني أيام مفترجة، يعني نتكلم في شهر كريم. ربنا يا رب يرزق أسرته الصبر. كل لعيبة نادي الزمالك كانت متواجدة في جنازته. الله يرحمك يا مدحت ويحسن إليك. على الصعيد الشخصي كنت بحبه جدا 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 جدا، لما كان يعني يصادف ماتش الزمالك فيه ما حققش نتيجة إيجابية ولا حاجة ونتقابل بعديها زعلان ومتضايق، أكن في كارثة، أكن في مصيبة، يعني مش بياكل عيش، مش بيشتغل في نادي الزمالك، هو بيحب نادي الزمالك. شاب زي الورد، لكن ما يعزش على اللي خلقه، ما يعزش على اللي خلقه.